السلام عليكم اعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنرحب بجميع التلاميذ والتلميذات اللي كيتابعوني، سواء جيزه مشترك ولا اولى بكالوريا ولا تلاميذ السنه الثانيه بكالوريا اللي عندي في القناه. مرحبا بكم كاملين، واللي اول مره غيشوف القناه ديالي ديروا ابوني وسبسكرايب فضلا وليس امرا باش يوصلكم اي جديد في القناه ديالي. دونك اون فوا نحط شي بارتي من الدرس توصلكم لا نوتيفيكاسيون كونكو انني حطيت بيان سور لا بارتي ديال الدرس. دونك باش تزيدوا زعما تحفزوني اكثر واكثر ان شاء الله باش مزيد من العطاء ومزيد بيان سور من الدروس بطريقه اللي هي بسيطه وسهله جدا. كيف ما كتشوفوا راه الصوت ديالي فريمون مريض، الحمد لله مريضه، ورغم ذلك ما نقدر ندخل عليكم واخا مريضه دعواتكم معايا. دونك واخا مريضه كيف ما قلت لكم، قلت غادي ندير فيديو باش ما عطل الله باش نكمل لكم الدرس. دونك ديجا درت معكم لا فيديو الاول، هاد لا فيديو الاول كنت درت فيه تناولنا فيه بيان سور لي نيتي ان اللي هي لا كونسوماسيون د لا ماتيير اورغانيك اي لو فلو دينيرجي. كنت شرحت لكم هاد الوحده هادي علاش كتهضر داكو، وكذلك الشابيط يلا بدينا في لابارتي الاولى. لابارتي الاولى شفنا فيها جوج ديال لي فو ميتابوليك، جوج ديال المسالك الاستقلابيه اللي هي لا ريسبيراسيون سيلولار و لا فيرمونطاسيون. بالنسبه لهذا الفيديو بعدا راه نسيت، هذا الفيديو خاص بتلاميذ السنه الثانيه بكالوريا بيان سور علوم تجريبيه وعلوم فيزيائيه خيار فرنسي. داكو كيف ما قلت لكم درت معكم لا ريسبيراسيون سيلولار ولا فيرمونطاسيون، شفنا يعني ديك التجارب اللي غتشوفوا في لا كلاس خدمتهم معكم. دابا بحال غادي نديروا ملخص داكشي اللي قلت لكم في لا فيديو الاول، ملخص باش نعرف داكشي اللي درت يعني شنو الهدف ديال اون فان كونت، شنو خصني نعرف داكشي كل اللي درت انايا في الدرس في لا بارتي الاولى اللي فيها دي زيكسبيريونس وداكشي. في الاخير شنو اللي خاصني نكون عارف، شنو هما الحوايج اللي خصني نكون ضابط باش هادشي اللي نقول لكم هو اللي كيتحط في الوطني. داكو نبداو على بركه الله. كيف ما اللي شاف الفيديو الاول شفنا جوج ديال لي فو، واللي ما شافوش يرجع حيت راه فيه يعني فيه الشرح اون ديتاي، ما غاديش اللي ما شافوش يرجع يشوفو باش يفهم هادشي اللي غنقول دابا. دونك قلنا كيف ما شرحت لكم ديجا كاين جوج ديال لي فوا ميتابوليك، جوج ديال المسالك الاستقلابيه. قلنا كتكون عندي واحد الخليه شنو كدير، كتدخل ليا الجليكوز. الجليكوز عباره عن سكريات اللي هي احاديه، سكريات بسيطه، كتدخل الجليكوز وكديغراديه يعني كديرلي الهدم، سواء الهدم الجزئي ولا الهدم الكلي. المهم عن طريق جوج ديال العمليات، يا اما وحده، المهم وحده فيهم ماشي بجوج، يا اما عن طريق لا ريسبيراسيون سيلولير التنفس الخلوي، ولا او الطريقه الثانيه لا فيرمونطاسيون اللي هي التخمر. باش اون فان كونت انطلاقا من هاد جوج ديال لي فو في الاخير نحصلوا على الطاقه لينيرجي شيميك اللي هي جزيئات الا تي بي. ديجا شفتها معكم في الفيديو الاول، ATP اللي هي ادينوزين ديك ا، و ت هي تري فوسفات، يعني واحد الجزيئه كتسمى الادينوزين ولاصقه معها ثلاثه ديال لي فوسفات. ياك باش في الاخر نحصلوا على واحد الطاقه، واحد الطاقه كيميائيه اللي هي الATP، هي باش كتخدم هاد لي سيلو ديالنا. يعني مثلا العضله الا بغات غير تتحرك خاصها الATP، مثلا الدماغ ديالنا باغي يجدد الخلايا داكشي خصو ATP. اي حاجه كديرها الخليه الا وخاصها الATP. دونك يعني باش يتم انتاج الATP ضروري خصنا ناخذو بيان سور لو غليكوز، صافي. قلنا عن طريق جوج ديال لي فو ميتابوليك. بالنسبه للفول الاول اللي هو لا ريسبيراسيون سيلولار، باردون. دونك بالنسبه لا ريسبيراسيون سيلولار باش كتميز فين كتم، دون ان ميليو ايروبي، يعني كتم في واحد الوسط هوائي ضروري. ملي كنقول وسط حي هوائي يعني ضروري من وجود الاكسجين، يعني ما كانش اكسجين
ما كاينش حاجه سميتها لا ريسبيراسيون سيلور، ما كاينش حاجه سميتها التنفس الخلوي، ضروري يكون الاكسجين في الوسط. داكوغ، دونك هاد ملي كيكون الاكسجين شنو كيوقع له؟ جليكوز اي ديغرادي كومبليتمون، يعني كيتم الهدم ديالو بشكل كلي، ما كيبقاش، كيتهدم بشكل كلي وكيتحولاش، يعني ما كتبقى فيه حتى شي حاجه، كيتهدم بشكل كلي وكيتحولاش ل CO2 او جزيئات الماء H2. هاد سي او دو اش دو راه واحد بيان سور، هاد الجزيئات راهما جزيئات اللي هي خاليه من الطاقه، ما فيها لا طاقه لا والو. داكوغ، افيك البروتيكسيون دون كونتيتي امبورطون، تركزوا على هاد انرجي، مع انتاج واحد الكميه مهمه ديال الطاقه سو فورم دا تي بي، كيتم انتاج تقريبا 38 اتيب. داكوغ، 38 جزيئه ديال ATP. هذا هو لا ريسبيراسيون تو سامبلومون سيلولار. في الاخر فاش غادي نشوفوا هذيك المراحل، غنشوف في الاخر ديال داك المراحل ان ظاهره التنفس الخلوي كينتج عنها 38 جزيئه ديال ATP. خصني نعرف لو بيلون ولا لا رياكسيون بيان سور ولا ليكواسيون شيميك ديال لا ريسبيراسيون، حيت كيطلبوها في الوطني. بين الاسئله اللي كتحط في استرداد المعارف، كيقول لك عطيني ليكواسيون او بيان بيلون ديال لا ريسبيراسيون، عطيني المعادله ديال التنفس الخلوي. ها هي المعادله، خصني نحفظها، خصني نضبطها. كاع المعادلات المهمه راه غادي نخدمهم معاكم، يعني غادير في ورقه وتبقى تعلقهم، بقات علقهم فوق راسك قبل ما تنعسهم في ديك الورقه اللي كيتلصقوا، وبقات علقهم باش هكا تحفظهم مزيان وتضبطهم. دونك شنو عندي في الاول في لا ريسبيراسيون؟ شنو كيكون عندي؟ قلنا كيدخل ليا الجليكوز، الصيغه ديالو الاجماليه سي 6 اش 12 او 6، نحفظها الدراسه فيها تولي ضابطه. بلوس كيتم استهلاك الاكسجين، قلنا انه في لا ريسبيراسيون سيلولار ضروري خاص الاكسجين، كيتم استهلاك 6 ديال الجزيئات ديال الاكسجين. هادشي علاش كيتحول؟ كنا كيديكغادا هاد الجليكوز، كيتهدم بشكل كلي وكيتحول ل 6 ديال الجزيئات ديال سي او 2، بالاضافه الى 6 جزيئات من الماء، بالاضافه للانرجي اللي هي الاتيبي. ممكن نكتبو هنا 38 ولا 36، من بعد غنفهمو علاش ديال ATP. المهم عقلو على 38 ATP. صافي، هادي ليكواسيون ولا لو بيلون ديال لا ريسبيراسيون سيلولار. ندوزو دوزيام فوا اللي هو لا فيرمونطاسيون، التخمر. الفرق بينو وبين لا ريسبيراسيون هو انه كيتم فواحد لو ميليو اللي هو انايروبي، فواحد الوسط حي لا هوائي. ملي كنقول حي الهوائي، وسط بدون اكسجين، ما فيش الاكسجين، داكوغ، حي الهوائي وبيان انايروبي هو وسط لا يتوفر على اكسجين. دونك شنو كيبقى لهاد لو غليكوز؟ باردون، كيبقى لهاد لو غليكوز اي ديغراد بارسيلمون، كيتم الهدم ديالو ولكن بشكل جزئي، يعني ملي كنقول بشكل جزئي ما كيتهدم بشكل كلي، عكس ديال لا ريسبيراسيون هو ان هذيك لي موليكول اللي كيعطيني مازال كتختزن الطاقه. داكشي علاش كنقول انه كيتم الهدم في التخمر بشكل جزئي، الوغ كو في لا ريسبيراسيون بشكل كلي، حيت الجزيئات الناتجه عن الهدم ديال الجليكوز هي جزيئات خاليه من الطاقه. صافي، هنا كنا بارسيلمون، حيت داك الجزيئات اللي كيعطيوني اللي كيعطيني الجليكوز مورا ما كيتهدم مازال كتختزن الطاقة. داكوغ، دونو دي موليكول اورغانيك كونتونون اونكور اون انرجي بوتونسييل، هادشي اللي قلت لكم، مازال كتختزن الطاقة، ديك لي موليكول اللي كيعطيني مازال كتختزن الطاقة، افيك بروتيكسيون دو فيبل كونتيتي دينرجي. مع دونك نكملو كيف ما قلت لكم في لافوا ديال فيرمونطاسيون، افيك
بروتيكسيون دو فيب الكونتيتي دالونجي، يعني كيتم انتاج واحد الكميه اللي هي قليله ديال الطاقه، حنتاج اوتوماتيكمون بانه هذاك الجلوكوز ما كيتهدمش بشكل كلي، راه عطيني غير شويه الطاقه، حيتاش كيعطيني واحد لي موليكيول مازال كتخزن الطاقه وكيعطيني واحد لينيرجي، ولكن راه فقط جوج ديال الاتيبي كيتم في فيرمونطاسيون انتاج جوج ديال الجزيئات ديال الاتيبي فقط. داكوغ، ناقل انا الفيرمونطاسيون كتعطيني جوج اتيبي فقط، الوغ كو لا ريسبيراسيون كتعطيني 38 اتيبي، يعني راه فرق كبير. دونك اون ديتيرمين دو تيب دو فيرمونطاسيون. ديجا قلت لكم عندي جوج الانواع ديال التخمر، النوع الاول اللي تما باردون اسمحوا لي راه مريضه فريمون، ولكن الحمد لله على كل حال. النوع الاول لا فيرمونطاسيون الكوليك، التخمر الكحولي. بالنسبه للرياكسيون جلوبال او بيان ليكواسيون جلوبال ديال هاد لا فيرمونطاسيون، كيفاش كتكتب؟ عندي الجليكوز، الجليكوز ما كيحتاجش اكسجين في الفيرمونطاسيون، كيعطيني لاش كيتحول ايثانول اللي هو عباره عن كحول، خصنا نحفظ الصيغه ديالو، جوج سي اش 3 سي اش 2 او اش بلس سي او 2 كيعطيني واحد سي او 2 بلس انرجي اللي هي جوج ا تي بي. ضروري خصنا نحفظ هاد ليكواسيون حتى هي كطلب في الوطني في لابارتي ديال استرداد المعارف. داكوغ، بالنسبه للفيرمونطاسيون الثانيه اللي هي لا فيرمونطاسيون لاكتيك، الاختلاف بينها وبين الكوليك، هي الكوليك كيف ما كتشوفوا كيكون طرح ديال سي او 2، هاي طرح ديال سي او 2، ولكن في لا فيرمونطاسيون لاكتيك في التخمر اللبني ما كيكونش طرح ديال سي او 2، وكيكون طرح ديال الحمض اللبني، هنا كيتم طرح ديال الايثانول الكحول. المهم ندوزو لا فيرمونطاسيون لاكتيك، النوع الثاني اللي هو التخمر اللبني. دونك سي لا ترانسفورماسيون دو لاكتوز بيان سور دو لي ان اسيد لاكتيك سولون لي رياكسيون سويفون. دونك هذا لا رياكسيون ديال لا فيرمونطاسيون لاكتيك، حيت كيكون عندنا نورمالمون نبداو غير من هنايا، لي مهم انا كتكون عندي الجليكوز كندير الصيغه ديالو داكو سي سي اش 2 او 6 لاش كيتحول اسيد لاكتيك، نعقل على الصيغه ديالو ضروري بلس 2 اتيك، الصيغه ديال الاسيد لاكتيك او الحمض اللبني جو سي اش 3 سي اش او اش سي او او اش. الى لاحظتوا كيف ما قلت لكم بجوج بهم كيتم انتاج فيهم الاتيك بي، جوج ديال الاتيك بي سوا فيرمونطاسيون الكوليك ولا لا فيرمونطاسيون لاكتيك. غير لا فيرمونطاسيون الكوليك كيتم انتاج الكحول و ستي اود، الوغ كو في لا فيرمونطاسيون لاكتيك كيتم انتاج فقط لاسيد لاكتيك بدون طرح ستي اود. دونك هنا كنكونو درنا واحد لو بيلون كونسيرنون لا ريسبيراسيون سيلاب و لا فيرمونطاسيون و الانواع ديالها و لي رياكسيون لي كيتحطو و بيان لي زيكواسيون لي كيتحطو في الوطن. دابا ندوزو نشوفو لا ريسبيراسيون فين كتوقع في الخليه و لا فيرمونطاسيون فين كتوقع. داكوغ، قلنا لا ريسبيراسيون كتحتاج الاكسجين فين غتوقع ليا، و لا فيرمونطاسيون معايا كتحتاج الاكسجين اشفاها الموقع ديالها في الخليه فين كتوقع. دونك هنا غادي نلاحظو هاد الجدول هذا، دونك هادي دو ميليو، لو ميليو ايروبي لو ميليو انايروبي، ايروبي اوتوماتيكمون وسط كيتم فيه التنفس مع انه فيه الاكسجين، الوسط الثاني انايروبيك وسط اللي هو حلا هواء بدون اكسجين، يعني تما فيرمونطاسيون باينه افهموها. دونك هنا البوان ديال هاد لوفيو ديال الخلايا الخفيرة، شوفو كيفاش كتزاد، يعني كمية باش كتزاد، مي كيكون التنفس كتزاد بكمية كبيرة، و مي كيكون التخمر بكمية اللي هي قليلة. بالنسبة للجليكوز اللي كيتكونسوم راه نفس الكمية 150 150، ولكن الانيسيال اللي كنحطوه باردون، ولكن اللي كيتكونسوم كنشوفو شحال 150، يعني كله كيتحول هذاك الجليكوز
اللي كنعطيو الخلايا الخميرة كتحولو اوتوماتيكمون كله 150، الوغ كو بالنسبة فاش كتكون عندي التخمر ما كيتحولش كله، داكشي علاش كنقولو انه كيتم الهضم ديالو بشكل جزئي. هنا بيان سور ما كيكونش الكول باين في التنفس، هنا راه كيكون بيان سور الكول في الحالة ديال لا فيرمونطاسيون الكوليك. هنا غنلاحظو جوج ديال الخلايا، وحدة كدير عملية تنفس وحدة كدير عملية تخمر. كنا خلايا الخميرة راه كدير تنفس الى كانت الاكسجين، وكدير تخمر الى ما كانش الاكسجين. غنشوفو جوج ديال الخلايا ونقارنو بيناتهم، شنو المميز، شنو اللي كيميز واحد الخلايا كدير تنفس عن خلايا كدير تخمر. دونك لاحظو مزيان هنايا عندي جوج الخلايا، شوفوا معايا هاد الخلية الأولى باش كتميز، كاين واحد العضيات اللي كتم فيهم عمليات التنفس لا ريسبيراسيون سيلولار، اللي هما كيتسموا كيكونوا في السيتوبلازم ديال اي خليه، اللي كيتسموا الميتوكوندري، ها هما الشكل ديالهم. داكو دونك خليه اللي كتكون كدير عمليه التنفس كيكون في السيتوبلازم ديالها بزاف ديال لي ميتوكوندري، يعني كيكون عدد ديال الميتوكوندريات كيكون بشكل كبير. اين فوا شوفوا لا فوتو ولقوا بزاف ديال العضيات اللي كيتسموا بلا ميتوكوندري. غنشوفو من بعد الميتوكوندري هما هذا الشكل ديالهم هكا، كنعرفها انها كدير عمليه التنفس. الوغ ملي كنلاحظوا واحد الخليه باردون، ملي كنلاحظوا واحد الخليه لي كميه ميتوكوندريات هاد العضيات هادو في السيتوبلازم قليله بزاف، نعرفوها انها راها كدير لا فيرمونطاسيون، كدير عمليه التخمر. دونك باش نستنتجو من هنا ان في التخمر كيتم في بيان سور داخل ديال الخليه في السيتوبلازم، وغادي نحدو بالضبط شنو غيتسمى هذاك السيتوبلازم اللي غنحيدو منه هذاك نحيدو منه دوك العضيات، اي اللي كيتسمى هي لو بلازم الجبله الشفافه. الوغ كو بالنسبه للريسبيراسيون سيلولار كتم في الميتوكوندري، ضروري خاص الميتوكوندري، خاص واحد العضي كيتسمى الميتوكوندري. دابا غادي نجيو نشوفو كيف ما كتعرفو كاملين يعني لا ستركتور ديال واحد لا سيلول. دونك عندي هنا دو سيلول فيجيتال و انيمال، دو سيلول. دونك نعطيكم شنو لا ديفيرونس ديريكتومون ما بين سيلول فيجيتال سيلول انيمال، فرق ما بين خلية نباتية و خلية الحيوانية. دونك بالنسبة للخلية النباتية كتميز بوجود هاد لافاكيول ما يسمى بالفجوة، هنا فين المكان ديال تجمع الماء والأملاح المائية. هاد لافاكيول كاينة غير عند لا سيلول فيجيتال وما كايناش عند انيمال، عند لا سيلول انيمال ما كايناش. كاينة كذلك لي كلوروبلاست، البلاستيدات الخضراء، ها هي شو البلاستيدات الخضراء هي فين كتم عملية التركيب الضوئي، كاين عند الخلية النباتية وما كايناش عند الخلية الحيوانية. كاين كذلك ريتيكولوم اندوبلازميك، ها هو دونك ريتيكولوم اندوبلازميك راه فيهم بجوج، في لا سيلول انيمال سيلول فيجيتال. كاين لا باغوا سيلوزيك، هاد لا باغوا واحد الجدار هيكلي، كاين باغوا كاين سيتوبلازم. سيتوبلازم راه كاين عند بالنسبة ل لا باغوا سيتوبلازميك راه كاين عندهم بجوج بيهم، داكوغ لا مومبران سيتوبلازميك ولا لا باغوا سيتوبلازميك، كاين عند الخلية النباتية وعند الخلية الحيوانية. كاين واحد واحد الغشاء واحد اخر اللي هو لا باغوا سيلولوزيك، لا باغوا سيلولوزيك راه كاين فقط عند عند الخلية النباتية وما كاينش عند الخلية الحيوانية. دونك كنضيف هنايا الا كانت الا كان حيدنا كاين واحد الاسم اللي غيضاف جديد، كتم فيه واحد المرحلة من المراحل ديال لا ريسبيراسيون ولا فيرمونطاسيون اللي كتسمى الهيالو بلازم. الهيالو بلازم اللي هي الجبلة الشفافة. شنو هي الجبلة الشفافة ولا الهيالو بلازم؟ هي السيتوبلازم ديال الخلية بدون عضيات، يعني كنحيدو هاد الميتوكوندري، تنحيدو هاد لاباري دو جولجي، هادشي كلو كنحيدو، كاع العضيات اللي كيكونو في داك السيتوبلازم كنحيدوها، كيبقى غير داك الماء ديال السيتوبلازم هو اللي كيبقى. ديك الساعة كنقولو الهيالو بلازم كتسمى الجبلة الشفافة. دابا وصلنا للخر ديال الفيديو اللي غادي نقول لكم فيه، مورا ما تعرفنا على الريسبيراسيون فين كتم
ولا فيرمونطاسيون فين كتم ولي زيكواسيون ديال كل وحده فيهم. داكوغ هنا لي زيتاب، لي زيتاب شنو هي المراحل ديال تنفس الخلوي، شنو هي المراحل ديال الفيرمونطاسيون، وهما اللي غايجيو بيان سور في الدرس. هما الدرس بالنسبه للمراحل ديال ريسبيراسيون سيلولير كاينين ان فيت 4 ديال المراحل، ياك 4 ديال المراحل، حيت لا ريسبيراسيون هي اللي طويله، ما الفيرمونطاسيون ما فيهاش بزاف. كاين 4 المراحل. المرحلة الأولى اللي هي لا غليكوليز، مرحلة انحلال الجليكوز كتما لا غليكوليز. هاد المرحلة الأولى فين كتم؟ كتم في الهيلوبلازم اللي شرحت لكم دابا في الجبلة الشفافية، يعني سيتوبلازم بدون عضيات. دكا بالنسبة للمرحلة الثانية لا فيرمونطاسيون، باردون لا فورماسيون دو لاسيتيل كو انزيم، هادشي غنتعرفو عليه من بعد. واحد الجزيئة كتما لاسيتيل كوا. دكا بالنسبة لهاد المرحلة هادي كتم في الميتوكوندري، وبالضبط مهم فاش نتعرفوا على ديك الجزيئات والمكونات ديال هاد العضي اللي كتسمى الميتوكوندري، نعرفوا واحد البلاصة كاينة هنايا في الداخل ديال الميتوكوندري كتسمى الماتريس، كتم في الماتريس. كاينة المرحلة الثالثة سيكل دو كريبس، دورات كريبس حتى هي كتم في الماتريس، واحد الجزء داخل في هاد الميتوكوندري كيتسمى الماتريس. وكاينه اخر مرحله اللي هي لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف، الاكسده التنفسيه اللي كتم في لا مومبران انترن، حيت هاد الميتوكوندري عنده جوج ديال لي مومبران كيف ما كتشوف في الصوره، عنده لا مومبران اكسترن باش نحرق المراحل، ولكن ضروري خصكم تفهموا هادشي. دونك جوج ديال الاخشيه ماكاينش خارجي ماكاينش داخلي، هذا كنقولوا لا مومبران اكسترن، ديال الداخل كنقولوا لا مومبران انترن. وهاد المرحله الاخيره كتم في لا مومبران انترن. صافي العقل على هاد المراحل ضروري ومؤكد. 4 هاد المراحل لا غليكوليز، مرحلة انحلال الجليكوز، والعقل فين كتكون حيت كيسولو بها في الوطني في الهيلو بلازم. المرحلة الثانية لا فورماسيون دو لاسيتيل كوا كتم في الماتريس، المرحلة الثالثة سيكل دو كريبس في الماتريس، والمرحلة الرابعة الفوسفوريلاسيون اوكسيداتيف في لا مومبران انترن لا ميتوكوندري. هادشي اللي كاين، هادو كل مرحلة غادي نشوفو بيان سور، غادي نخصص لها فيديو ولا غنحاول نجمع جوج ديال المراحل في فيديو واحد. بالنسبه للفيرمونطاسيون كيف ما قلت لكم ما فيهاش بزاف، فيها مرحله واحده اللي هي لا غليكوليز اللي كتشوفوا معايا نفس السميه، يعني مرحله انحلال الجليكوز، يعني هي واحد المرحله مشتركه ما بين لا ريسبيراسيون سيلولو ولا فيرمونطاسيون سيلولو، حتى هي كتم في هي البلازما، مرحله مشتركه نفس داكشي اللي كيوقع في المرحله، في هذه المرحله الاولى كيوقع في التنفس كيوقع في التخمر نفسه، كتم في الجبله الشفافه. الاختلاف هو المرحله الثانيه والثالثه والرابعه اللي كيتمو في الميتوكوندري اللي كاين فقط في التنفس وما كاينش في التخمر. دونك كيف ما قلت لكم ان شاء الله باذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى حصه مقبله في فيديوهات جديده ان شاء الله يكون عندي القدره باذن الله نكمل لكم لي فيديو. غادي ان شاء الله باذن الله غادي ندير لكم دي فيديو غنتناولوا فيهم هاد لي زيتاب، ممكن نجمع جوج ديال لي فيديو في جوج ديال المراحل في فيديو واحد باش تفهموا اكثر. داكوغ دونك كنتمنى لكم النجاح.